بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ إبراهيم وشن، أستاذ علوم حياة الأرض. يأتي تسجيل هذا الفيديو في إطار الدروس التي سيتم إلقاؤها عن بعد، التي تندرج في إطار المبادرة التي سطرتها وزارة التربية الوطنية في إطار تدابير لمحاربة انتشار فيروس كورونا كوفيد 2019. الدرس سيكون خاص بمستوى الثانية ثانوي إعدادي، يعني الثامنة. درس تحت عنوان التوالد عند النباتات. طيب، الحال سبق وتطرقتم إلى الدرس الأول أو الفقرة الأولى هي التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية. فقرة اليوم تتمحور حول التوالد الجنسي عند النباتات اللازهرية، والتي سوف يتم برمجة محاورها على الشكل التالي: أولا تعريف بأحد أو إحدى النباتات اللي هو نبات الخنشار، ثم مصير الأبواخ، ثم بعد ذلك كما سبق وتعرفنا عليه في التوالد الجنسي عند النباتات وعند الحيوانات، الإخصاب عند الخنشار، مصير البيضة، ثم في النهاية دورة النمو عند هذا النبات. إذن فقرة اليوم هي التوالد الجنسي عند النباتات اللازهرية. بعد كما قلنا، النباتات اللازهرية هي النباتات التي لا تتوفر على أزهار، كمثال الحززيات هنا في الأسفل والسرخسيات في الأعلى كما تلاحظين، ليس لديها أزهار. هذا الذي نلاحظه سنتعرف عليه بعد قليل، إذن ليس بأزهار. إذن كيف تتوالد هذه النباتات إذا كانت لا تتوفر على أزهار؟ سبق وتعرفنا على أن النباتات تتوالد عن طريق أو بواسطة الأزهار، تتوالد جنسي. هذا بالنسبة للنباتات الزهرية. أما الآن فنحن بصدد دراسات التوالد عند النباتات اللازهرية. أولا تعريف الخنشار. الخنشار نبات أخضر لا زهري، ينتمي إلى مجموعة أو صنف السرخسيات، ويعيش في المناطق الرطبة والحارة، يعني التي تعرف أو تشهد مجموعة أو كمية من التساقطات، ويستعمل بشكل واسع للتزيين في المنازل وفي الأماكن العمومية، لأن شك أنكم سبق وتعرفتم عليه. الملاحظة أثناء فترة التوالد أن الخنشار لديه في البداية أولا أوراق، وهذه الأوراق مفصصة، ثم نلاحظ أنه في الوجه السفلي لهذه الأوراق يكون هناك بقع صفراء، تسمى هذه البقع الصفراء بالأكياس البوغية. كل واحد من البقع تسمى أكياس أو كيس بوغي. إذن هذه هي الأكياس البوغية. الآن بالنسبة كتعريف أو كشرح عام لنبات الخنشار، هناك أولا الورقة الناضجة، هذه تسمى ورقة. إذن هذا ليس ساق، على اعتبار أن الساق عند الخنشار يكون تحت الأرض، ساق تحت أرضي يسمى الجدمور. ثم هناك ورقة غير ناضجة، يعني تحتوي على الأكياس البغية، هذه ورقة فتية، يعني ثم بعد ذلك ستصبح كبيرة ثم تصبح ناضجة، تحتوي على الأكياس البغية. الجدمور اللي هو الساق تحت أرضي، ثم الجدير الذي يمكن من امتصاص الماء والأملاح المعدنية من طرف هذا النبات، اللي هو أيضا نبات يخضر، يحتوي على يخضر. هذه وريقة بها أكياس بوغية. ملاحظة مجهرية للأكياس البوغية عند الخنشار، إذا عند انفتاح الكيس البوغي تخرج منه العديد من الأبواغ، إذا هذه تسمى أبواغ، إذا هي مجهرية صغيرة جدا وبطبيعة الحال خفيفة، وبالتالي هي وسيلة أيضا لانتشار هذا النبات، حيث أن الريح تنشر هذه الأبواغ، وإذا وجدت ظروف ملائمة سوف تنبت. إذا الفقرة الموالية، ما هو مصير هذه الأبواغ وما هي أهميتها؟ إذا هذا هو البوغ، بعد أن يجد الظروف الملائمة من الرطوبة أو الماء سوف ينبت ويعطيني وريقة صغيرة تسمى المشيرة. إذن إنبات البوغ يعطي مشيرة فتية، ستكبر قليلا وسيصبح لها شكل يشبه شكل القلب، وطولها أو نعم قدها تقريبا 1 سنتيمتر. بعد نضجه يحرر الكيس البوغي 64 بوغا تسقط في التربة فتنبت إذا وجدت الظروف ملائمة طبعا، وتعطي مشيرة، يعني أن البوغ إذا لم يجد الظروف ملائمة سوف يبقى
حتى يجد الظروف ملائمة فيما بعد. إذن هو وسيلة لمقاومة الظروف غير ملائمة، كما أنه وسيلة للتكاثر كما نلاحظ، ووسيلة أيضا للانتشار نظرا لخفته. إذن الكيس البوغي كما نلاحظ انفتاح الكيس البوغي، نجد بداخله أبواب، بداية إنبات البوغ، ثم بداية تكون المشيرة. إذن هذه مشيرة ناضجة تحتوي بداخلها على مجموعة من الأعضاء التي نتعرف عليها خصوصا في الوجه السفلي. الأعضاء هناك نوعان، الأعضاء التي توجد هنا في هذا المكان هي أعضاء تولدية أنثوية أو تسمى أيضا حاملة البويضات، وهناك أعضاء أخرى في هذه المنطقة من المشيرة تسمى أعضاء تولدية ذكرية، إذن قدها كما قلنا 1 سنتيمتر، إذن فقط تم تكبيرها. يتوفر المشيرة البالغة على أعضاء تولدية ذكرية وأنثوية. إذن الوثيقة التي تشرح مكونات هذه المشيرة، هناك المشيرة العضو التولدي الأنثوي اللي سميناه حاملة البويضات، سبق وتعرفنا على البويضات كمشاج أنثوية عند النباتات، ثم عضو تولدي ذكري إذن يحتوي بداخله على حيوانات منوية، إذن مئبريات تسمى مئبريات بداخلها أمشاج ذكرية، ثم هذا هو الجدير الذي يمكن من تثبيت المشيرة وامتصاص الماء. البقايا البوغ بعد إنباته. الإخصاب عند الخنشعر، في البداية هناك الأعضاء تولد الذكري إذا تم تكبيرها بالمجهر، تنفتح إذا وجدت أو إذا كان هناك كمية من الماء، إذا لهذا تكون هذه الأعضاء في الوجه السفلي للمشيرة، لأنها يعني تحتاج إلى الماء لكي تنفتح هذه المئبريات وتخرج منها الحيوانات المنوية. المئبريات يمكن تذكر هذا الاسم عن طريق يعني ربطه بالأبر الذي سبق ودرسنا، اللي هو انتقال حبوب اللقاح من السدات إلى الميسم. بالنسبة لإذن الأمشاج تسبح أو أمشاج ذكرية تسبح في الماء الحيوانات المنوية. بالنسبة للعضو التولدي الأنثوي بعد تكبيره يحتوي بداخله على أمشاج أو مشيج أنثوي، إذن البويضات أو البويضة. يحرر العضو التولدي الذكري أمشاجا ذكرية، أما الأنثوي فيحتوي على أمشاج أنثوية. إذن كما سبق ودرسنا عند الحيوانات فالأمشاج الذكريه يمكنها ان تنتقل، اذا لابد من قطرات الندى او المطر لكي تتم عمليه التوالد او عمليه الاخصاب عند الخنشعر. اذا هذه المشيره، بقايا البوغ، ثم زغب التثبيت او الجدير. بالنسبه للرقم 4 سواء هنا او هنا نفس المكون، هذا عضو تولدي ذكري، ثم رقم 5 مشيج الانثوي، العضو يوجد داخل العضو التولدي الأنثوي سميناه حاملة البويضات، ثم المشيج الذكري اللي هو حيوان منوي تسبح وتنجذب نحو البويضات، كما سبق ودرسنا في تولد عند الحيوانات أن البويضات تجذب أو تفرز مواد كيميائية تؤدي إلى انجذاب الحيوانات. بالنسبة لهذا الدرس سيتم التطرق عليه أيضا في المستويات ديال الثانوي التأهيلي، وسيتم التعرف بالتفصيل على المراحل بالتفصيل ديال النمو عند الحيوان. بعد وصول الحيوانات المنوية إلى البويضة تتم عملية الإخصاب فتتكون البيضة، هي خلية أو بويضة مخصبة. إذا هذه الطريقة إعادة شرح العضو التولدي الذكري، تخرج الأمشاج في وسط المائي ثم تسبح ثم تدخل إلى العضو التولدي الأنثوي حيث تجد مشيجا أنثويا فيتم الإخصاب فتتكون البيضة التي ستنقسم. إذا مصير البيضة عند الخنشعر لا يختلف كثيرا عن مصيره أو مصيره عند الحيوانات وعند النباتات الزهرية. إذن الخنشار الفتي هذه مشيرة أو بقايا المشيرة، إذن ماذا يقع للبيضة؟ تنقسم وتعطي جنين ثم ينمو فيصبح خنشارا فتيا، ينمو بدوره كي يصبح ناضجا. بعد الإخصاب تنبت البيضة أو تنبت البيضة خنشارا فتيا ينمو ليعطي خنشارا بالغا يحرر أبواغا من جديد، يعني دورة النمو، دورة النمو عند نبات الخنشار. إذا لاحظوا معي هذه دورة النمو بالأشكال وسنقوم بملئها. هذه هي الأبواغ توجد داخل أكياس بوغية، داخل أبواغ. بعد نضج الأكياس البوغية والأبواغ تنفتح فتنتشر، إذا وجدت الظروف ملائمة فإنها سوف تنبت مشيرة وتعطي مشيرة فتية، ثم هذه المشيرة تصبح ناضجة. إذا الوجه السفلي للمشيرة يحتوي على نوعين من الأعضاء،
العضو التولدي الذكري والعضو التولدي الأنثوي. الذكري ينتج الحيوانات المنوية في وسط المائي بعد انفتاحه، ثم تخرج تتجه نحو البيضة كي يتم عملية الإخصاب، فتتشكل البيضة، تنمو أو تنقسم البيضة تعطي جنينا يعطي خنشارا فتيا، ينمو ليصبح خنشارا بالغا. هذا كيتسمى النبات المورق، بينما المشير تسمى النبات المشيجي، يعني الذي يعطي الأمشاج، يعني يحتوي على الأعضاء التولدية، وهذا نبات مورق، يعني له فترتان من في حياته، ستتعرفون على هذا فيما بعد إن شاء الله بالتفصيل في التنمية. إذن هذا بالنسبة للدرس اليوم، نقطة في نهاية هذا الدرس. إذن لكي تعرف عزيزي التلميذ عزيزي التلميذة أنك قد فهمت هذا الدرس، ينبغي أن تكون قادرا على ملء هذه الوثيقة، يعني يمكنك إيقاف الفيديو وملء الوثيقة في ورقة، ثم بعدك تأكد من الأجوبة. يعني بالنسبة للرقم واحد، خنشار بالغ يحتوي على في الوجه السفلي الوريقات على أكياس بوغية، تنفتح الأكياس البوغية تحرر أبواغ، ثم ينبت البوغ ليعطي مشيرة أو مشيرة تحتوي على نوعين من الأعضاء، أعضاء تولد ذكرية أو إبرية تحت تعطي حيوانات منوية، وأعضاء تولد أنثوية تحتوي على بويضة. بعد الإخصاب يتم انقسام البيضة وتحول إلى جنين، ثم يعني نمو وتعطي خنشارا فتيا يعطي خنشارا بالغا فيما بعد. إذا درس دورة النمو عند نبات الخنشار. في النهاية شكرا على حسن تتبعكم، ولا تنسوا أن تعلقوا على هذا الشريط أو هذا الفيديو بأسئلة كي يتمكن أساتذتكم من الرد عليها وتقديم مجموعة من الاستفسارات والتوضيحات الأخرى. كما يمكن أيضا بعد أن ننتقل للفقرة الثالثة اللي هي التولد أو تكاثر اللا جنسي. إذن النباتات تتميز بوجود تكاثر لا جنسي لا يتدخل فيه الذكر والأنثى، هذا هو موضوع الفقرة أو الدرس الموالي. في نهايته سيكون هناك تمارين حول الدرس بكامله، التولد عند النباتات.